يأتي التفجير الذي أسفر عن مقتل شرطي غداة اعتداء آخر وصفه وزير الخارجية بأنه إرهابي، وقع في بلدة دامستان جنوب غربي المنامة، كما يأتي عقب انتخابات برلمانية قاطعتها المعارضة وسط أجواء من التوتر السياسي. وتفيد تقارير إعلامية بأن نحو 14 شرطيا قضوا جراء التفجيرات منذ بدء الاحتجاجات عام 2011 المطالبة بتعزيز الإصلاحات الديمقراطية. وتشهد المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات منذ ذلك الوقت. ومن المقرر أن يناقش قادة الخليج في العاصمة القطرية الدوحة القضايا الأمنية في المنطقة.